هنبدأ مع بعض فقرة جديدة اسمها عملت اللي عليا، مع ذلك مفيش مشاهدات. وخلينا نبدأ بالشخص الأولاني. لو عايز تكون الشخص اللي بعد كده اللي نعمل رياكت على قناتك ونشوف أخطائك، اكتب لنا في الكومنتات. أخونا قال الكومنت اللي أنا عايز أعمل عنه الفكرة. نفذنا كل النصايح وعملنا المستحيل والمشاهدات وقعت، وانا لما اجي ادخل على قناتك مش هنتقدك، لا انا عايز افهمك ليه المشاهدات وقعت وايه السبب في انخفاض قناتك وانخفاض ريتشها وانخفاض المشاهدات عندك. خلينا نبدا مع بعض وندخل على الصفحه الخاصه بيه او قناته نبص عليها. الشيف احمد عبده. الشيف احمد عبده صورته موجوده، الغلاف مش مظبوط كويس، مفيش اي مشكله، ممكن عادي ننجح من غير غلاف. المنتدى واستغلال المنتدى استغلال خاطئ اطلاقا. اول نصيحه، حضرتك ما سمعتش ولا حلقه لكيفيه استغلال المنتدى افضل استغلال. ده كله معناه ان حضرتك مش هيبقى عندك ظهور ولا تفاعل ولا اي حاجه من الحاجات دي. وانا انصح حضرتك بفيديو، الفيديوهات دي موجوده في قناه المتوحد فكره او اي قناه تعليميه، هي كيفية استغلال المنتدى لزيادة المشاهدات. عند حضرتك كل الناس شرحها، عندك اربع طرق ممكن من خلالهم تهتم بالمنتدى بشكل اكبر من كده بنسبة 1000000%. نيجي مع بعض للحالة التانية، قوائم التشغيل. قوائم التشغيل منوعات، مخبوزات، حلوى، طبخ. منوعات 46 فيديو. طيب انا مش هتكلم، انا هروح لجوجل برد واساله سؤال. هساله سؤال بسيط كده، السلام عليكم، انا عندي مشكله ان انا عامل قناه منوعات وطبخ وما بتجيبش مشاهدات، هل عدم التخصص ممكن يكون سبب في انخفاض مشاهداتي وعدم اقتراحها؟ بص الرد ده ذكاء اصطناعي. نعم، عدم التخصص يؤدي الى صعوبه استهداف الجمهور، ضعف الولاء، تشتت الجمهور، وعلشان تحسن من قناتك لازم تخصص وتعمل محتوى عالي وكلمة رئيسية قوية وتتفاعل مع جمهورك وتبقى صبور. صبور ايه يا متوحد؟ ده انا عامل القناة من 2017، بس خد بالك انت عامل من 2017 عامل 400 فيديو، وهنفهم كل بالتفصيل واحنا ماشيين. فقوائم التشغيل تم انشائها بطريقه خاطئه اطلاقا، لان مخبزات ومعجنات وحلوى ده المفروض رمضان 2023، رمضان 2021، رمضان، لان رمضان لوحده 30 وصفه بتعملها انت في السنه دي، لازم تعملها لازم. يعني قناه طبخ في ناس بيبداوا من دلوقتي يعملوا رمضان اللي جاي، انت متخيل؟ والله رمضان اللي جاي، ويبداوا يقولوا رمضان 2025. ليه؟ الناس دي بتعمل حاجه اسمها الترند المستقبلي، ببدأ مركز له من دلوقتي واعمل حسابه الفترة اللي جاية. علشان كده لو جينا بصينا هنا وبصينا هنا هنلاقي دي نوعين من المحتوى، ده نوع وده نوع، وده تشتت كبير جدا. نيجي نبص على البثوث المباشرة. البثوث المباشرة لو جينا نبص عليها بشكل عادي كده ونشوف، البثوث المباشرة بس بيتكلم عن استقبال العيد، والتاني طريقة كبدة اسكندراني. طيب هو حضرتك عايز اليوتيوب يديك ريتش للبث المباشر ازاي وانت ما استخدمتش ولا مره البث المباشر بقالك تقريبا سنه اهو؟ طيب معنى كده ان في اهمال لجزء كبير جدا من البث المباشر. نيجي على الشورتز، نبص على الشورتز. اغاني نار، طريقه جلاش. حضرتك اللي انت بتعمله ده، اللي انت بتعمله ده هو تدمير لاساسيات قناتك، تدمير للاساس اللي انت تعبت فيه، لانك تعبت، وهوريك انك تعبت دلوقتي في بدايتك على اليوتيوب، بس تعبت برضه بشكل خاطئ. انت بذلت مجهود، انا عايز اقول لحضرتك هنا انت ما عملتش بالنصايح، اسمها انا بذلت مجهود والمجهود كان في المكان الغلط، لان مفيش قناه تعليميه امرت حضرتك ببثوث منوعه، ولا امرت حضرتك بمنتدى بالشكل ده، ولا امرت حضرتك بفيديوهات قصيره بالشكل ده. نيجي بقى للفيديوهات، الكارثه الاكبر، الكارثه الاكبر. بصوا بقى، خلينا نيجي مع بعض. ده فيديو بعيد عن المحتوى، ده فيديو بعيد عن المحتوى، ده فيديو بعيد عن المحتوى، ماشي؟ في اخر 5 ايام انت عامل فيديوهات بعيد عن المحتوى 3، وعامل فيديو بس في محتواك. رقم 1، رقم 2 مش ملتزم بخطه،
بتشتغل بشكل عشوائي. يعني ايه بشكل عشوائي؟ مره فيديو يوم الاربع، مره فيديو خميس، مره فيديو يوم الجمعه، مره فيديو تنظيف الغبار، تكبيرات العيد اللي احنا قلنا عليها غلط، وبعد كده غزوات ووعود ومش عارف فانتازيا، وبعد كده جوله من الطيران، وبعد كده حضرتك بتبدا تعمل تعاون وسر النجاح، بعد كده حضرتك بتعمل الفار اللي جاب معاك 104000 مشترك، 193000 مشاهده وانت نازل، وجبت مشتركين ما لهمش دعوه بمحتواك الجديد اللي عشان كده ما بيجيش عندك مشاهدات. فانت جايب ايه؟ جايب مجموعه من المشجعين لانديه مختلفه، وبتبدا تروح تفرجهم على دوري انجليزي، والمشجعين دول اصلا مشجعين دوري مصري، هم مش فاهمين اي حاجه بتحصل، مش فاهمين. فالعدد ده عدد في الليمون، الفيديوهات دي مش مستهدفه. وانت لما جيت تبدا على اليوتيوب في الاقدم كنت شغال كويس، هو شغال بس ما تطورتش. يعني ايه؟ يعني الفيديو ده اللي هو اتعمل تقريبا بقاله سنتين اربع سنين اهو، تعالى من سنتين انزل كده الاقدم، تعالى من سنتين هو نفس التصوير من سنتين اهو، هو نفس التصوير، تعالى بس على ده اهو. السلام عليكم ورحمة الله. هو نفس التصوير، هو فين التطور اللي بيحصل في القناة؟ فين النصايح؟ ده في قناة، في فيديو انا عامله نصايح لقناة الطبخ، انت لو سمعته قناتك هتنتقل 180 درجة. فقبل ما تقول انا نفذت النصايح، تأكد النصايح اللي انت نفذتها دي نصايح مين؟ نصايحك انت ولا نصايح حد تاني؟ اصل انا مش شايف اي نصايح اتنفذت يا سيادة الشيف، يعني انا مش شايف اي نصائح. عام هجري جديد ملناش علاقه بيه، الجزائر ملناش علاقه بيها، تعال ندخل طريقه عمل الرز ونشوف. بص كده، ده 58 لايك تبادل، 156 تعليق تبادل، تخيل ان عندك 156 تعليق و123 مشاهده، ده تبادل وش يا سياده الشيف، يا سياده الشيف ده تبادل وش. عايز اليوتيوب يقترحك ازاي وانت عندك ناس، الناس دي مش مهتميه بنفس محتواك ولا لهم. واحد يقول لك ايه؟ تسلم ايدك، طريقه تحفه، طريقه مش عارف ايه، وده كله لو اتفرج على الفيديو هينجحه، ولو كله بيتفرج على فيديوهات الطبخ بس هينجحها، لكن دول بيتفرجوا على اي حاجه، على اي حاجه. فانت بتكتشف في الاخر الفيديو بتاعك بيقف عند عدد محدد، ما يجيبش، ما يقترحش، بيقترح غلط. وده كلام اهو يقول لك ايه؟ تشتت وصعوبه استهداف الجمهور علشان قناتك منوعه، ويصعب على اليوتيوب تحديد محتواك وجمهورك. فين بقى اللي حضرتك بتمشي بالنصايح؟ تعال نشوف الوصف، فين النصايح اللي موجوده في الوصف؟ فين النصايح؟ انا عايز اعرف فين النصايح يا سياده الشيف، فين النصايح؟ فين الكلمات المفتاحية الخاصة بالفيديو؟ فين انا فين النصايح؟ اهي موجودة، اهي الفيديو، اهي ارز بالخلطة، ارز قليلة برضو، قليلة عندك 500. فين النصايح؟ انا شايف ان حضرتك مخطئ جدا في كلمة نفذنا كل النصايح عملنا المستحيل. انا اسف جدا، انت ما عملتش اي مستحيل ولا عملت اي نصايح ولا عملت اي حاجة، انت ماشي زي ناس كتير. عدل نفسك وعدل قناتك واسمع محتوى تعليمي، وقتها هتبدأ تحس وتتأكد انك محتاج تفتح قناة جديدة علشان تظبط خوارزمياتها وتعالج كل الاخطاء اللي حصلت لقناة بقالها 7 أو 8 سنين بتعمل كل الغلطات اللي موجودة على اليوتيوب. شكرا، انا بنصحك انك تفتح قناة جديدة، وبنصحك ما تعملش تبادل، وبنصحك انك تطور من محتواك، وبنصحك انك تعالج الوقت اللي انت بتقضيه في جروبات، وتخلي الوقت ده الدراسة اللي انت بتعملها في محتواك او في قناتك هي الاولى والافضل، وامسك ورقة وقلم واكتب اخطائك ونفذ التعليمات دي اللي هي هتوديك فعلا للنجاح، لان انت استثنائي، لان صعب جدا انك تلاقي شيف راجل، واحنا بندور، واحنا كنا في الغربة بندور على شيف راجل يوضح للرجالة، لان انت فاهم فهم الرجالة في الطبخ بيكون قليل جدا. شكرا ليك، لو حابب تكون الشخص التالي اكتب لي في الكومنتات نفذنا النصايح وعملنا المستحيل، اكتب انا برضو عملت المستحيل والمشاهدات وقع. شكرا.